أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ممكن أن يجتمع في العبد إيمان وكفر وسنة وبدعة؟ هذا سمعتم، هذا من أخذتم في العقيدة، أن يجتمع في المسلم إيمان وكفر أصغر، كفر، أما الكفر الأكبر لا، وتوحيد وشرك أصغر، أما الشرك الأكبر لا، ما يجتمع مع التوحيد، فيمكن أن يجتمع هذا وهذا. سنة جزئية قد تكون، وعنده أكثر عمل، يعني كل أكثر عمل على السنة، لكن عنده شيء من البدع لا شك أن هذا أنه يصير مخل، هذا يصير مخل، وربما يطغى على السنن شيئا فشيئا. ولذلك حذر السلف من البدع، لأنها مثل الشرارة تحرق الدين على شيء فشيء وتتعاظم، فهم سدوا الباب عن البدع. فلا يجوز لنا أن نقول يجتمع في الإنسان سنة وبدعة، لأن هذا فتح لباب البدع، تساهل فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.